Wilt u heerlijk halal wokken in Rotterdam? Kom dan naar Wok Vooral. De heerlijke Thaise keuken nu ook halal op Zuid. Wok Vooral ligt in het verlengde van de Bijenlandse Laan en is op een paar minuten van Pathé de Kuip. Voor meer informatie kijk op www.wokvooral.nl. Niet meedoen met de vaste maand Ramadan is een van de grootste taboes in Marokko. Het is sinds mensenheugenis nat dan om als Marokkaan openlijk op straat te eten. Hoe zou de situatie nu zijn, anno 2013? كاينين الناس اللي كياكلوا رمضان انا ما كنعرفش شي واحد كياكل رمضان بعدا ما كنتش شي واحد عين باين كيقاسي قدام شي لا ما عمرني شي واحد كاينين الناس اللي كياكلوا رمضان و نورمالمون وي كيديروا تخبيه ولا عين باين ولا ايوا لي دو يقدر يكون شي واحد مريض لا ماشي مريض عادي شي واحد اون فورم يلاه ترينا مزيان وباغي باغي ياكل رمضان صراحه ما عنديش قناعه في هذا الشيء وما عنديش لا واش كاينين ما كنظنش ما كاينينش كيكوزان جي ريكوبيري خضر تهضر معايا لحظه بالعربيه على التلفزه الهولنديه ما كاينش فرونسي تما كاينين الدراري اللي كيقاسيو رمضان واه اش غادي نقول لك كاينين صراحه كاينين بعض الفئات كياكلوا رمضان وسامحوا كيبانوا لك تق انا دابا ما عمرنيش شوم انا ما عمرك باش تيوم ما عمرنيش شوم انا كاع اذا كاين شي نماذج كياكلوا رمضان عين بين اش غادي نقول لك كاين عين بين صراحه سيتونا في ماكدو تنشوفوا شي حوايج زعما مغاربه مسلمين شو مغاربه هادو ماشي لي جويف ولا شي حاجه اللي غادي نقولوا حنا نصارى ولا بحال دابا انا مغربي مسلم داخل بنهار مع الجوج باقي النهار وباغي ناكل في ماكدو واش يقولوا لي شي حاجه لا كيسولوك اش كيسولوك واش مغربي كيسول بصح كيسولوك واش مغربي الا شفتي شي واحد كيقصي رمضان اش غتقول ليه بطبيعه الحال غادي ندوي معاه ما خصوش على الاقل اذا يستر الا كان غادي شي واحد غادي يكمي وسط الناس وداك الشيء يمشي يتستر الا انت شفتي شي واحد كيقصي رمضان نصحو نقدر نصحو نصحو الحايد من حدان بعد من حدان من دوي معاه موال تنصحو ما والو نصحو الا لقيتش فيه باقي ما يتنصح نصحو الا كنت كنعرفو نصحو الا كنت كنعرفو نخليه تخليه وصافي والله يهديه اذا كاينين شي وحدين غتنصحو غيدور فيك ما يتقبلهاش ما يتقبلهاش يقول لك دخل سوق راسك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي ما قدرش زعما يدير شي حاجه زعما يبلغ زعما غير فمو ويقول اللهم اني قد بلغت مش يدي الاجر ديالو المهم تايا بلغتي الا شي واحد باغي ياكل رمضان وباغي الناس يخليه ترانكيل فين يمشي الاحياء الشعبيه ولا يمشي هنايا لهنايا هذا الا كان باغي ياكل رمضان ماكدو ما يمشيش الاحياء الشعبيه الاحياء الشعبيه منو غادي يمشي الاحياء الشعبيه كحاله اش غادي يترتب واخا داك الشيء اللي غيطرى لي ما يطرى حتى واحد تكون كابابل باش تاكل في رمضان في الاحياء الشعبيه واه خصك تكون كاين وذاك الناس انا ماشي منهم اخويا انا نصوم النهار ديالي عادي والله نصوم نورمال يبطنوا شنو ما يزقلوش يشوفوا خصهم يشوفوا بارك ياكل مباشر غادي في الشارع ياكل هذاك كحاله الناس اللي كياكلوا رمضان واش هذه القضيه كتزاد ولا كتنقص هذه غادي كتزاد انا كنشوف ليبوك هذه القضيه هذيك اللي كيشرب في رمضان اش كيدير كاين اللي كيشرب كياكلوا رمضان في الجزائر فطور يعني لا قبل الفطور التمر والحليب لا ماشي باش كيفطروا باش واش كاينين اللي الناس اللي ما كيديروش رمضان كياكلوا لا ما كانش حنا ولينا بحال المدن بحال البلدان الاخرين بحال تونس يعني ولينا بحالهم تصوموا في المغرب لا نصوموا في الجزائر غترجع للجزائر ان شاء الله جيت رحله سياحه هنا جيتي غير سياحه ان شاء الله وين احياء هنا في كازا ما خاصكش تاكل فيهم رمضان الا درب السلطان سيدي عشمان العين الشوق يمشي للحي محمدي المدينه عطا الله سيدي مؤمن سيدي معروف كلشي هذاك الشيء ماشي ديال تاكل رمضان هذا هادو بلا ما تاكل قدام اصلا كيكونوا هما اصلا مقطوعين النهار كامل جيت تبات كمي قدام ولا تاكل قدام وضعتي مشيتي فيها ولكن داك الشيء كيبقى منو المولاه اللي دار شي حاجه راه كل علاش الله فوق الراس باش كل واحد يدبر روحه بغيتي تصوم صوم ما بغيتيش تصوم دبر راسك شكون قال لك صوم كاين واحد حط عليك شي فردي قال لك صوم حنا نديو الشهر ديالنا بخير وندوزو العيد ديالنا بخير داك هو ذباح والحمد لله